أين يوجد طائر الهدهد؟ مرحبا أعزائي، هناك الكثير من الإخوة الكرامة، خاصة الأخ خالد محمد من دولة مصر الحبيبة وإسراء محمود أيضا من دولة مصر الحبيبة، يتساءلون أين يتواجد طائر الهدهد. فأريد أخباركم بأنه يعيش في المناطق الجنوبية والوسطى من آسيا وأوروبا، ويتواجد في إفريقيا خاصة بشكل كبير جدا، ويعيش في التضاريس وكروم العنب والمروج، وبالذات مروج السافانا، وفي الأشجار المتفرقة نوعا ما، وهو غير مستقر في مكان واحد، بل هو دائم التنقل والترحال من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء أعزائي. فبالتالي أتمنى بأنكم حصلتم على الفائدة والمعرفة، وإلى اللقاء.